هذه الحملة أطلقنا عليها حملة السلام عليك أيها النبي، سيوزع فيها بعض الأغطية الفاخرة على 100 عائلة من محافظتي قلقيلة وطول كرم، وتقديم مساعدات غذائية على أيتام من طول كرم وقلقيلة. الحملة حتكون بتوزيع طرود غذائية على 20 يتيم، قيمة الطرد الغذائي ما يعادل $70 اللي موجود يعني، فحيكون توزيعهم على أيتام $70 وعلى 50 عائلة إحرامات والحفات، وإن شاء الله في المستقبل القريب حيكون في عنا دفعات أخرى، فحنحاول إن نعمل توزيع عادل، بمعنى اللي استلم هاي المرة ما نعطيه المرة القادمة، بحيث إن نغطي المحافظة بقدر ما نستطيع من المحتاجين. مشروع السلة الغذائية هو أحد المشاريع اللي زكاة فاونديشن بتقدمها لمستشفى الزكاة في طول كرم، وطبعا بتخلل المشروع السلة الغذائية مشروع كسوة الشتاء اللي راح يتم تقديمها اليوم إن شاء الله، بالإضافة لمشروع كفالة الأيتام. طبعا هي بداية لعدة مشاريع راح يتم تطبيقها من خلال أول السنة، أول 2017، من خلال عدة مؤسسات زكاة فاونديشن and Heroic Hearts.